يعلن الديوان الملكي ان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيكون في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة لدى وصوله الى البلاد يوم غد الاربعاء الموافق للثاني عشر من شهر ابريل الجاري في زيارة رسمية لمملكة البحرين يجري فخامته خلالها مباحثات مع جلالة الملك المفدى تتناول العلاقات الاخوية التاريخية الوطنية التي تربط البلدين الشقيقين اضافه الى التطورات الراهنه في المنطقه والمسجدات الاقليميه والدوليه ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البياد الكريم والوفد المرافق متمنيا لفخامته طيب الاقامه في مملكه البحرين